الندوة علاقات فريدة. وأنا هنا أود أن أحيي التنظيم الجيد لهذه الندوة والاختيار الموفق لعنوان هذه الندوة العلاقات المصرية السعودية نموذج فريد للعلاقات الدولية. حقا إنها نموذج متميز وفريد لهذه العلاقات، وذلك بفضل المكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان مصر والسعودية على الأصعدة العربية والإسلامية بل والعالمية. وواقع الأمر أن البلدين مصر والسعودية هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، فضلا عن أن هناك تشابها في السياسات والاستراتيجيات بين البلدين يكاد يصل إلى حد التماثل بينهما. حد التماثل في نظرتهم للمشاكل والقضايا وأسلوب التعامل معها، في معالجتهم دفع الدول العربية المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية لإبرام ميثاق جامعة الدول العربية. هذا الميثاق الذي تم إبرامه قبل إبرام ميثاق الأمم المتحدة نفسها. كان للسعودية ولمصر فضل الصدر في دفع باقي الدول العربية المستقلة، وكانت 5 دول فقط غير مصر والسعودية والتوقيع على هذا الميثاق، وبعده على اتفاقية الدفاع المشترك. في عام 46 كانت هذه الزيارة التاريخية للملك عبد العزيز آل سعود لمصر التي أشار إليها الأستاذ الدكتور أحمد الشيخ، والتي مثلت دفعة قوية في تأصيل وتأكيد المصالح المشتركة والمتبادلة بين البلدين من ناحية، والنظرة المستقبلية المتفائلة للعمل العربي المشترك من ناحية أخرى. من أوائل الخمسينيات وقفت المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر في مطالبتها بجلاء القوات البريطانية ومناهضة الاحتلال. كانت لها مواقف ومصطلحات عديدة في المحافل الدولية والإقليمية. في أكتوبر 1955 أقرت اتفاقية دفاع مشترك ثنائية بين البلدين أثناء زيارة الملك فيصل ابن عبد العزيز. أما سنة 1956 عندما وقع الغزو الثلاثي على مصر، فهنا تظهر أصالة المملكة وأبنائها عندما وقفوا سدا منيعا إلى جانب مصر، وقدمت السعودية دعما ماليا كبيرا لمصر عوضا عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية لتمويلها لمشروع السد العام. أكثر من هذا، الطائرات المصرية التي خشيت أن تضرب أثناء الغزو الثلاثي وجدت ملجأ لها في داخل الأراضي السعودية. أيضا هناك عدد من أبناء المملكة السعودية حال الفتنة الخليجية. كان قلق أن هذه الأحداث يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في داخل مصر. وبعد ثورة 30 يونيو 2013 كانت وقفة المملكة الرائعة دعما لهذه الثورة. أعلن الملك عبد الله دون تردد رفضه للتدخل الأمريكي والأوروبي في الشأن الداخلي المصري. وذكر للرئيس الأمريكي صراحة أن مستقبل العلاقات السعودية الأمريكية سيكون في خطر إذا لم تتوقف الولايات المتحدة عن حربها بكافة الوسائل ضد هذه الثورة، ثورة يونيو سنة 2013، وأن هذا شأن داخلي خاص بأبناء مصر، ليس الولايات المتحدة أن تتدخل بشأنه ولا أن تدفع الدول الأخرى كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي حتى يقفوا ضد هذه الثورة.